اسوء لحظه بالنسبه لي كمشجع اهلاوي النهارده هي اللحظه اللي صرف فيها محمد شريف، مش اللحظه اللي الحكم رجع للفار وشوف الكره ضربه جزاء على علي معلول ولا لا، ولا كمان فرحت قوي ان الحكم ما حسبش ضربه جزاء على الاهلي، بالعكس انا اتمنيت ان الراجل يحسب ضربه جزاء والشناوي تصدى ليها او الاسماعيلي يسجل علشان خاطر نخلص من الموضوع بدري بدري والاسماعيلي يرجع يدافع واحنا نشد على الاسماعيلي، انما لو احنا فضلنا زي ما احنا والكره ما اتحسبتش ضربه جزاء هنلبس التعادل لان احنا راضيين بالمكسب 1-0 ومش عايزين نطلع نهاجم اللي هو موس يلا نغير. لا انا هنزل لعيب ديفندر ثالثة مكان السولية ومكان اليو، هحط جنبيه محمد فتحي واطلع جورج اجيل اللي احنا كنا بنلعبه عشان خاطر يتسوق، فعمل واحده من اوسخ مبارياته كالعاده يعني وكل سعاده. بس موضوع الاجنحه ده احنا متفقين مع بعض من ساعه بطوله افريقيا ان موسيماني عمل انجاز، الفرقه دي ما فيهاش اجنحه، دول اجنحه فراخ حرفيا، لا طاهر محمد طاهر ولا صلاح محسن ولا جونيور اجاي ولا كهربا ولا حتى حسين الشحات تاخد بيهم اي بطوله، الحمد لله رب العالمين ان انت بتوصل بيهم بطولات وتاخد بيهم بطولات افريقيا، فلما ترجع الدوري وتلاقي ان الناس دي انت محتاجها بجد فيجي واقعين منك ما تتفاجئش، يعني ناس كتير قوي تقول لك اللي هو حسين الشحات عمل ماتشين اللي فاتوا دول عظمه، بس مش معنى كده ان حسين هيديك النهارده قدام الاسماعيلي 100% لان حسين لعيب متذبذب، فبتلاقيه ممكن في مباراه الاسماعيلي النهارده وقع. طيب الماتش كان سهل، الماتش كان سهل جدا، انت كنت بتلعب واحده من اضعف نسخ الاسماعيلي، بس مع الاسف الشديد انت عندك ارهاق، عندك ارهاق، اللعيبه بتاعتك مرهقه واللعيبه بتاعتك مجهده وعندك مشاكل كتيره جدا بدنيه بقالها سنين، مش بقالها فتره، لا دي بقالها سنين، انت بتلعب شوط واحد بس اغلب المباريات والشوط الثاني بتلاقي ان اللعيبه بتجري المباراه وبحاول بتحاول ان هي ما تطلعش خسرانه وما تطلعش مصابه، بتحاول ان هي تجري رتم المباراه، انما في وقت الاهلي بيدوس فيه الوقت ده اللعيبه بتاعتها بتبقى قادره فيه ان هي تلعب جيم هجومي، الوقت ده مع الاسف الشديد النهارده ما كانش متاح، انت ما كنتش عارف الاهلي قوي في انهي دقايق، الاهلي لعب شوط اول جيد وسجلت فيه هدف عن طريق محمد شريف في واحده من الاختراقات والمنطلقات اللي عملها قفشه ولعب كوره لشريف، شريف سجل بقى الهدف الاول، بعد كده لا قفشه ظهر ولا شريف ظهر ولا حسين الشحات ظهر ولا جون اجاي ظهر لحد ما وصلنا الشوط الثاني، والشوط الثاني الايهاب جلال قرر ان هو يدوس على الاهلي هجوميا وايهاب جلال قرر ان هو يهاجم، ولما ايهاب جلال قرر ان هو يهاجم موسيماني قرر ان هو يدافع كالعاده، يعني اللي هو انت هتهاجمني تمام انا هدافع على المرتدات، طب مرتدات ايه وشريف مش موجود والتر بوليا هو اللي موجود و حسين الشحات سيء وانت قررت ان انت تطلع اللعيب اللي بيلعب الناحيه الثانيه جون اجاي وتنزل حمدي فتحي، هتلعب بثلاث ديفندرات قدام نسخه الاسماعيلي دي ده معناه انك خايف، بس عادي موسيماني عملها قبل كده في نهائي دوري ابطال وراح منزل الاهلي وجانج عادي يا اسطى، موسيماني مدرب فعلا متحفظ متحفظ جدا، ولما موسيماني نزل حمدي فتحي مكان جونيور اجاي الايقاع بتاع نص الملعب اتضرب اساسا، هو عمرو السوليه فين؟ اليو فين؟ حمدي فتحي فين؟ الدنيا راحت فين في نص الملعب ال 10 دقائق اللي لعبنا فيها بثلاثه دي؟ كنا سيئين جدا ولبسنا هدف التعادل عن طريق فخر الدين بن يوسف، طب نرجع بقى ورياكشن بقى ورد فعل وقوه وكده كده كده؟ لا مفيش، طب نجيب يا جماعه الثاني؟ لا مش دلوقتي لما ننزل التغييرات، تغييراتك مين بقى؟ طاهر محمد طاهر وصلاح محسن بس، ده انا كنت بقول لكابتن شوقي غريب راجل يعني محترم مش هطلب منه حاجه ودول اجنحته، فانت منزل لي دول علشان خاطر يسجلوا الهدف الثاني؟ انت بتقول ايه يا اسطى؟ يسجلوا دول اخرهم اساسا ياخدوا صور على الانستجرام يا صاحبي، لا باجنحه الفراخ بتاعتنا دي انا مش طالب اي حاجه، احنا طالبين الستر بس يا اسطى، احنا مش طالبين ان احنا ناخد بطوله او طالبين ان احنا نكسب دوري والكلام ده، احنا لو الدوري جه يبقى خير وبركه، لو الدوري ما جاش فوالله ده المتاح بالنسبه للاجنحه بتاع الفراخ اللي موجوده عندنا دي، وربنا يرجع محمد شريف بالسلامه لان شريف لما طلع الفرده بتاعتنا اللي شغاله هجوميا اتضربت، فالفرده اللي تحتها اللي هو قفشه ما بقاش فيه غيره اللي ممكن يسجل، لا طاهر ولا صلاح محسن كانوا قادرين ان هم يخلصوا المباراه، وفي كورتين جم لطاهر محمد طاهر، طاهر محمد طاهر نجم فيهم محمد فوزي حارس اسماعيلي اللي هو واحد من اضعف حراس الاسماعيلي في تاريخه، بس كالعاده يعني يا اسطى